ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنتكلم عن شخصية من أهم الشخصيات في دي سي كوميكس وهو باتمان. هنتكلم عن بدايات باتمان، الأحداث المؤثرة في حياة باتمان. أولا، باتمان شركة دي سي كوميكس بعد النجاح الهائل اللي حققه سوبرمان سنة 1938 سنة 1939، دي سي كوميكس أظهرت شخصية باتمان للناس من خلال مجلة أكشن كوميكس. أكشن كوميكس دي كان الاسم البديل دي سي كوميكس عام 1939. اولا، باتمان لما ظهر عمل ضجة وشعبية كبيرة. ليه؟ لانه كان انسان بلا قوة، كان بيختلف عن سوبرمان انه كان انسان بيحارب الجريمة، بيحارب الاشرار، وهو بالتالي ما عندوش قوة. المهم، باتمان بداية قصته ان هو كان بيتفرج على فيلم ذا ماسك اوف زورو في السينما مع بابا ومامته. والمهم وهو خارج كان مستعجل، كان عايز يروح البيت. فالمهم قال لهم لا، انا مش همشي الحتة دي لحد البيت، ده كان شارع يعني زي شارع عمومي كان بيروح ليه البيت. قال لهم لا، انا مش همشي من الشارع ده، انا تعبان من مشاهدة الفيلم وعايز انام، فانا عايز اخش الزقاق الضيق ده لان ده يعتبر اقصر طريق للبيت. المهم ابوه وامه عشان ده ابنهم الوحيد راحوا وافقوه، راحوا مشوا معاه للزقاق ده. المهم هما ماشيين ظهر لهم واحد بمسدس، راح بصص لتوماس وين، بصص لمارسا وين، قال له انت هات المحفظة بتاعك ده لتوماس وين، وانت هاتي العقد بتاعك ده لمارسا وين. المهم توماس وين غضب كتير وحاول يهاجم الراجل، فقبل ما توماس وين يهاجم الراجل راح الراجل طلع مسدس من جيبه اللص وراح ضرب توماس وين، سقط على الارض ميتا. وما انتظرش لمارسا وين لحد ما اتصوت وراح ضرب مارسا وين بالنار. مارسا وين راحت ماتت والعقد بتاعها تناثر على الارض. طبعا اكيد طبعا اي انسان غير باتمان كان يبقى شخصية ظلامية، شخصية اجرامية زي الجوكر وزي غيره احد اعداء باتمان. بس باتمان لما ابوه ماتوا اصبح فارس بيحارب الجريمة بجثث. واللي ساعده في كده ان هو لما ابوه مات كان قاعد، فراح جيمس جوردن اللي هو كان الضابط ساعتها وقعد جنبه وقال له باباك ومامتك عايشين، انا جنبك، لو احتجت حاجه تعالى لي اسم الشرطه اطلب مساعده. واللي ساعده في كده اكتر ان هو يتخطى المحنه بتاعت بابا ومامته، الفريد اللي كان الخادم بتاعه. اولا، قصه موت توماس وين ومارسا وين دي اكيد ليها سبب، وده اللي اكتشفه بعد كده في مسلسل ألفريد، ان توماس وين كان عميل انجليزي ومارسا وين كانت عميلة بريطانية. المهم الاتنين عرفوا بعض من خلال ألفريد اللي هو الخادم بتاعهم، وده اللي شفناه في مسلسل ألفريد اللي بيحكي قصة حياة ألفريد الخادم بالتوضيح. اولا، باتمان ألفريد ابتدى لما عشان يشيل الغضب من جوه باتمان ابتدى يعلمه ازاي يقاتل، ازاي يقاتل، ازاي يدافع عن نفسه. وباتمان ذات نفسه وهو صغير سافر اكتر من بلد عشان يتعلم الفنون القتالية عشان يقدر يحارب المجرمين في جثة. كان عايز عالم بلا شر. ده طبعا بيختلف عن باتمان في عالم اخر اسمه المالتي ووردس. احنا مش هنتكلم عن اكتر من باتمان، احنا هنتكلم عن باتمان واحد بس لا قصة اصلية، لان في اغلب الباتمان في عالم تاني لما ابوه ماتوا ما كانش في خادم اسمه الفريد، فابتدى باتمان يطلع شرير بيئة الأشرار بدون محاكمة عادلة. طبعا بيختلف عن باتمان اللي احنا عارفينه، غير ان في باتمان اللي هو اسمه توماس وين اللي هو باتمان اللي هو ده مش بروس وين، ده أبو باتمان. القصة بتختلف هنا ان ذا فلاش لما رجع بالماضي أنقذ أمه، قد عمل تغيرات زمنية أدى اللي مات هو بروس وين الابن ومارسا وين الأم، أو الأم بقت جوكر والأب بقى باتمان، بيختلف من زمن لتاني. المهم احنا نتكلم عن باتمان اللي احنا عارفينه. باتمان هو شخصية معقدة. اي شخص عارف باتمان، اي شخص باتمان حبه مات. حتى ألفريد ذات نفسه الخادم هيموت وهو في سن كبير جدا بعد ما يحرق بيت باتمان. احنا نوصل ده بالتوضيح في الفيديو. باتمان اول ما ابتدى كان بيفشل فشل ذريع مع الاشرار. أكتر من مرة كان هيموت فيها وكان بيحارب الجريمة أكتر من مرة. المهم في خلال المرات دي بالتدريج ابتدى نعرف في مسلسل جثام ازاي ظهر بينجوين اللي هو كان خادم
في احدى الملاهي الليليه ازاي ظهر الجوكر اللي احنا كنا عارفين. احنا كنا فاكرين جوكر واحد طلع ثلاثه جوكر، وده اللي هنشوف احداث دي سي كوميكس خاصه بباتمان. باتمان لما كان بيحب واحده كانت صاحبته وهو صغير، لما اعترف لها بشخصيته الحقيقيه سابته. بس لما ذا فلاش رجع وغير الزمن في احداث اخرى ابتدت تحب وابتدت تقدر ان هو اسم باتمان. دي طبعا ماتت في نهاية دي سي كوميكس، والكاتب ما كملش القصة دي، لان ذا فلاش رجع وغير الماضي قبل ما باتمان ياخد رد فعل ضد اللي هو قتلها. باتمان كان معاه شخصية مساعدة ليه اسمها روبن. روبن هو شخصية او دي اول روبن هو شخصية باتمان وجده. كان روبن في احدى السيرك وبتاع، وكان بيلعب زي بهلوان، ومهم هو بيشعلق راح وقع واهله انقذوه. المهم عرضه والتاني والتالت ابتدى يتعلم وابتدى يشهر ان هو ازاي يبقى بهلوان. وفي احدى العروض وابوه وامه بيعملوا حركات بهلوانية، شخص بقناصة ضرب الحبل، ولا ابوه مسك امه ولا ابوه مسك ابوه، الاتنين وقعوا ماتوا قدام عينيه فترة. وجيسون اللي هو كان روبن، باتمان شافه بالصدفة هو كان بيفك احدى كاوتشات السيارة الخاصة بيه، لانه بعد ما ابوه مات واتدمرت شخصيته وابتدى يعيش في الشارع وابتدى يعاشر الناس. هم باتمان اخده وابتدى يدربه وابتدى ان هو يخليه يساعده في انه يحارب الجريمه وكده. المهم جيسون ما كانش حاب يعيش في ظلال باتمان، حاب ان هو يكون ليه شخصيه مستقله بذاته، وبعد عن باتمان وبقى اسمه نايت وينج، وحتى غير اسم روبن عشان ما يحسش ان هو لسه مساعد لباتمان. المهم روبن استقل في سكته وباتمان استقل في سكه تانيه. فجأة تظهر مرات باتمان. ازاي مرات باتمان؟ احنا عارفين باتمان ما اتجوز، لا باتمان اتجوز في حالة سكر، اتجوز بنت راس الغول. وبعد فترة هي انجبت طفل وما رضيش تعرفه انه عنده طفل. ولما عرف بالصدفة لما راس الغول مات لما قاتل ديستروك، وراحت بيه باتمان قالت له انت لازم تربي ابننا. لا ابني من مين؟ قالت له انت مش فاكر؟ ده ابننا، انت كنت سكران مرة وعملت معايا علاقة وده ابنك. المهم ابتدى باتمان يعلم ابنه بالتدريج، وابنه اساسا كان متعلم جاهز لانه كان متدرب تحت ايد راس الغول. باتمان في فتره من فترات حياته هيقابل كات وومان المراه القطه، ودي يعتبر من اهم الشخصيات في قصه باتمان، لان في عوالم اخرى باتمان هيتجوزها وما عرفناش بيت القصة لأن الكاتب وقف لحد كده. بس العالم الأساسي باتمان مش هيتجوزها، باتمان هيفضل يحاربها. من خلال باتمان ظهرت عدة شخصيات مهمة في دي سي كوميكس، وهي بات وومن، وهي شخصية كانت تحت ظل باتمان كانت بتحارب الجريمة معاه. وظهرت بات جير، وهي بنت المفوض جوردن اللي هو قعد مع بروس وين وهو صغير اللي احنا فاكرينه، وكان بيحاول يقويه بعد موت اهله. باتمان هو يعتبر من الشخصيات اللي ادت الى شهور شخصية زي شخصية الجوكر بشكل مبالغ فيه، لان الجوكر لما كان بيعمل الجرائم بتاعته كان بيعملها عشان يثير غضب باتمان، عشان ينزله لمستواه، عشان يخلي باتمان يقتله. وده طبعا اللي هيحصل لما باتمان يعجز ويكبر ويرجع تاني يبتدي العباءة بتاعته، هيقتل الجوكر. والجوكر مش هينتهي من مخ باتمان، هيفضل جوه ذاكرة باتمان حتى بعد ما موته. زي ما انتوا عارفين باتمان شخصية معقدة. ليه باتمان شخصية معقدة؟ بدافع الظلم اللي جواه كان بيحارب الجريمة، ما كانش بينام، كان بيبحث عن الأشرار، بس ما كانش بيقتلهم، ما كانش بيستعمل مسدس، لأن المسدس ده كل ما كان بيستعمله كان بيفكره بأبوه وأمه، كان بيستعمل قبضته، كان بيستعمل الأسلحة الحديدية اللي هي كانت معاه. ليه محدش قدر يعيش في ظلال باتمان زي روبن؟ لأن باتمان كان من كتر كان باتمان كان شخصية ما بيحبش يقتل، وده اللي خلى معظم الشخصيات اللي عملت معاه بعدت عنه.
لان في ناس فعلا كان مع اعداء باتمان كان يستاهل ان هم يتقتلوا، زي الجوكر المريض النفسي المختل اللي كان بيقتل بدافع الفرح وبدافع ان هو يثير غضب باتمان. باتمان بعد ما يعجز هيبقى في باتمان تاني بعديه اسمه باتمان بوند، وهو اللي هيدربه بنفسه، بل وهيدرب اكتر من شخصية من شخصيات باتمان ده في عوالم اخرى. وفي دي سي كوميكس الجديدة اللي هتبقى سنة عام 2031 هيبقى فيه 2 باتمان أو 3 باتمان، لأن ذا فلاش هو المحور اللي الزمن بيتغير. ممكن تقول إن ذا فلاش هو المحور في بداية سوبرمان وبداية باتمان. مع ذلك يوجد شخصية باتمان في عالم أخرى، عضوا الخفاش بقى خفاش بقى مصاص دماء، طبعا احنا مش هنتكلم عنه لأن الكتاب بتاعة العوالم الأخرى ما بتكملش القصة للآخر، هي بتوصل لمرحلة معينة بتقف، لأن الناس كلها عايزة تركز على قصة الحياة بتاعة باتمان اللي هو بتاع موت أبوه وأمه، وإزاي ده أثر على باتمان في خلال حياته، إزاي باتمان ابتدى إن هو يحاول يخلي الظلم اللي جواه ده حاجة إن هو يقدر يعمل بيها الخير للناس. دلوقتي هنتكلم عن انضمام باتمان لجاستيك ليج. اولا في بداية الامر باتمان كان رافض ان هو ينضم لجاستيك ليج، لان هو ما كانش عايز يشغل باله بحاجة، كان عايز يحارب الجريمة لوحده. بس بعد محاولات عتيدة من سوبرمان خلى باتمان ينضم لجاستيك ليج، وكان باتمان يعتبر مفتاح رئيسي في جاستيك ليج، لانه كان بيعرف حدود وقوة شخصية كل واحد فيهم، وكان دايما بيعمل في برج المراقبة، وكان دايما بينبه ذا فلاش او سوبرمان لقوة الاعداء اللي قدامهم، وممكن ازاي يديهم طريقة ازاي يغلبوا الاعداء دولت. بس بعد فترة جاستيك ليج على حسب العوالم اللي كانت بيها، يا هتموت في نهاية الامر وممكن ويعيش باتمان بس، يا باتمان هيفترقوا وكل واحد هيروح في سكة مختلفة، وسوبرمان هيبقى شغال تحت رئاسة البيت الأبيض. المهم أنا كنت سعيد جدا معاكم في حلقة باتمان، وإن شاء الله الحلقة الجاية نتكلم عن شخصية تانية. أنا لسه على فكرة محددتش أنا هتكلم عن شخصية مين، بس مش عارف، ممكن تاخد وقت كبير مني عقبال ما ألاقي شخصية تانية أتكلم عنها، لأن أنا اغلب الشخصيات اللي انا اتكلمت عنهم في الفيديوهات اللي فاتت كانت شخصيات انا بحبهم واثروا في حياتي. ان شاء الله نتكلم عن شخصيات تحوز اعجابكم زي الشخصيات اللي فاتت، وان شاء الله الشخصية مش هتخرج عن مارفل او دي سي. اتمنى لكم مشاهدة سعيدة.